أرقام تاريخية خالدة على مدار مشاركات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز منذ ظهورها للنور في عام 1948، ويقص الزمالك شريط مبارياته في مسابقة الموسم الجديد 2024-2025 بمواجهة البنك الأهلي غدا الجمعة. الزمالك يمتلك عدة أرقام قياسية سبق بها جميع أندية المسابقة عبر تاريخه الحافل. الزمالك هو صاحب أول فوز في تاريخ الدوري المصري بخماسية سكنت شباك المصري البورسعيدي في 22 من أكتوبر من عام 1948، وكان نجمه محمد أمين هو أول من سجل في تاريخ المسابقة بعد مرور دقيقة واحدة من عمر تلك المباراة، بالإضافة إلى أن هدافه سعد رستم استطاع خلالها من كتابة اسمه بحروف من ذهب وتسجيل أول هاتريك في تاريخ الدوري المصري. الفارس الأبيض هو أول من حسم قمة الدوري لمصلحته أمام الأهلي. الأول من أبريل من عام 1949 كان موعداً للقاء القمة الذي جمع الفارس الأبيض تحت اسم فاروق والأهلي على ملعب الأخير بالجزيرة ضمن منافسات الجولة 19 لمسابقة الدوري الممتاز في أول مواسمها 1948-1949، واستطاع أبناء مدرسة الفن والهندسة بقيادة مديره الفني عبد الرحمن فوزي من تحقيق انتصار دراماتيكي بهدف دون رد في معقل الفريق الأحمر بالجزيرة، وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق يونس مرعي مع الدقيقة 85 من عمر المواجهة ليكون الزمالك هو صاحب أول انتصار في تاريخ قمة الكرة المصرية مدوناً الفرحة الأولى عبر تاريخ مواجهات القطبين في الدوري.